السلام عليكم. وعليك السلام. ها هل من خدمة؟ لعلكما لا تذكرانني، أنا من جئت أنتحب وأتوسل الدخول على الوالي السابق. من أجل مظلمة تريد أن تعرضها عليها، أليس كذلك؟ ولقد منعناك من الدخول لأن الوالي لا ينظر بتوافه الأمور. نعم بالضبط. والآن ماذا يمكننا أن نخدمه؟ أتساءل ترى هل بإمكاني الدخول هذه المرة على الوالي الجديد أم أنه لا ينظر بتوافه الأمور؟ لا، نظام جديد يعني والي جديد، أليس كذلك؟ تماما. ما عليك إلا أن تبدل ملابسك هذه بأخرى جديدة بل فاخرة، وتحمل هدية فخمة لجناب الوالي، عندها يمكنك الدخول عليه. شكرا لكما، سأعود غدا كما طلبتم إن شاء الله. لم ننتهي من الحديث معك بعد. نعم، هل من أمر آخر؟ طبعا، تدفع رعبونك اليوم وتكمله غدا حتى تحصل البركة وتعبر من خلال هذا الباب. الرعبون الآن ثمن النصيحة التي أزديناها إليك الآن، والبقية غدا للدخول على الوالي مبكرا، وإلا فستضطر للانتظار أياما. قد يخرج الوالي للنزهة أو للصيد فتتأخر مظلومتك، وقد يحضر خصمك ويدفع المعلومة أكثر مما ستدفع. عليكما أن تنتظراني للغد ريثما أبيع ثيابي، وبعدها نقابل مولاكم ومولاي. كيف وجدت الحكم يا أحمد؟ الحكم؟ إنه من أبسط وأمتع الأمور التي لو أتيحت لأي إنسان لوجد نفسه عظيما. فالناس بطبيعتهم يحبون ذوي السلطان ويتلذذون بالانقياد للأوامر يا أبي. وكيف حكمت أنت؟ الدنيا يا والدي مصالح، وأحب الناس إلى الناس الأغنياء وأصحاب الأموال، والمصالح المتبادلة هي قمة المنفعة. فعندما أجود أنا بفرمان شكر لأحدهم أو نيشان لآخر، وقتها تنهال علي هدايا أغنياء الناس من كل جهة وصوب. ترى من الرابح فينا يا أبي؟ أمشي في الشارع أرى الناس تنحني لهيبتي، يتزاحم الكبار والصغار للتمتع بطلعاتي البهية. طبعا أتصدق عليهم بنظرات قصار يتخاطفونها بالهوى. هكذا تفهم الحكم إذن؟ بالله عليك يا أبي، هل رأيت أجمل أو أمتع أو أرفع قدرا من أن تحكم الناس؟ وبقية الناس، الفقراء، المحتاجون، العمال والمتظلمون، ترى هل أنصفتهم؟ وماذا يشتغل وزيري وأعواني لو فعلت أنا ذلك يا أبي؟ علي أن أترك الفرصة للأعوان للتمتع بالحكم أيضا ولو مع البسطاء من الناس. حسن يا أحمد، حسن. كيف وجدت الحكم يا حمد؟ هو من أبسط الأمور، ما عليك إلا أن تأمر فتطاع وتجري الأمور على عواهنها. على فكرة كل إنسان يعرف ما هو المطلوب منه. وكيف حكمت أنت الناس؟ أخذت الناس بالحزم والشدة، وأحطت نفسي بحراس أقوياء ذوي هيبة مقطبين لكل الناس عابسين. وكيف استجاب الناس لأحكامك؟ أحكامي؟ أنا لم أصدر حكما أبدا، تركت هذه الأمور لصغار الموظفين، إنهم أقدروا على معرفة الناس مني، فأنا الأمير وعلي أن أترفع عنهم. حسن، انتهى دورك الآن يا حمد، وجاء أسبوع أخيك أحمد. اقترب يا أحمد. أمرك يا أبي. لقد بدأ حكمك الآن يا أحمد لمدة أسبوع.
لقد سمعت بما قام به أخوك خلال أسبوعه. نعم يا أبي، لقد سمعت وعرفت. عليك أن تأخذ عبرة من حكمه. لا عليك يا أبي، ستجدني إن شاء الله حاكما ذا مكانة، حريصا على الحكم والناس. الفرمان رقم 1. هل ينوي مولاي إصدار أكثر من فرمان اليوم؟ في الحقيقة لا أعرف أيها الوزير، ولكنني سأتذكر وأنا أقول الفرمان الأول. ما رأي مولاي أن تذكر الأمور التي تريدها أن تصاغ في فرمانات، بحيث يقوم الكاتب بتدوينها كملاحظة، ثم نقوم بإعدادها وصياغتها حرصا على وقتكم الكريم. أحسنت، أحسنت أيها الوزير، إن والدي على حق عندما عينك مستشاره الخاص. نعم، والآن الفرمان الأول. تحدد فيه بروتوكولات التهاني التي ستقدم لي بمناسبة تولي الإمارة، ولا يسمح للمهنئين الحضور للتهنئة بدون هدية قيمة ومواعيد محددة. ربما البعض يا مولاي لا يملكون الهدايا التي تناسبك يا مولاي. هذا صحيح، إذن لا داعي لتهنئتهم لي، ولا داعي لضياع الوقت. مفهوم، مفهوم يا مولاي. والفرمان الثاني، الفرمان الثاني. أما الفرمان الثاني لتنبيه أغنياء البلد وتجارها وملاكها أن الوالي من محبي الولائم الطيبة والترفيه عن النفس، ويحبذ إقامة الأفراح بكل مناسبة. الفرمان الثالث، الفرمان الثالث. أما الفرمان الثالث على من يحظى بمقابلتنا إذا سنحت له الفرصة أن يبتعد ما أمكن عن ذكر المنغصات كالموت والمرض والأوبئة والمجاعات وما إلى ذلك. حاضر، حاضر يا مولاي. وكذلك كثرة الكلام عن المظالم والفقر والمتاعب والأمور التي تسد النفس، فأنا لا أحب لنفسي أن تسد أيها الوزير. معك حق يا مولاي، فأنت الوالي، والوالي يجب أن يترفع عن مثل هذه الأمور التافهة التي تهم الرعاة. اكتب. أعرف كم أنت محبط، فولدنا الأول حمد قد فشل فعلا في تجربته في الحكم ذاك الأسبوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى كيف فهم الحكم؟ كما تصرف تماما، حسب أنه ذو سلطان بحق أو بغير حق على الناس أجمعين، وظن أن الحراس والحجاب وأصدار الفرمانات وإجبار الناس على التصرف بأمور غير طبيعية هي من سمات الحكم القوي. ماذا تريدين أن تقولي أيتها الزوجة الصالحة؟ هل الفكرة من أساسها غلط؟ لا، أنا لم أقل ذلك، ولكن الأولاد لم يؤهلوا بعد. لابد أن يحكم أحدهم من بعد. إذن عليك أن تدربهم أولا. هو ذلك، ولكني أثرت على نفسي أن أعرف مفهومهم من الحكم وكيف ينظرون إلى هذه المهمة. لا تيأس، ما زال أمامنا أحمد ومن بعده محمود،
ولا بد أن أحدهما سيكون أفضل. السلام على مولاي الأمير. ما الأمر يا مصطفى؟ أحمد يا مولاي. ما به أحمد؟ هل جرى له مكروه؟ لا سمح الله، ولكنه يرفض استقبال سفير دولة عمك البديع بحجة أنه لا يحمل له هدية ثمينة ولم يستأذنه قبل ذلك. مولاي الزوار والمهنئون. أمر مولاي. تفضلوا تفضلوا. عبد الله الطراز شيخ كاري الطرازي. هذا ثوب من قماش مطرز بخيوط الذهب، أرجو أن يتقبلها مولاي بمناسبة توليه الإمارة. ليمنح عبد الله الطراز وسام التطريز الأعلى في البلاد. شكرا يا مولاي. تحفة نادرة في صياغة الذهب، قدمها أنا شيخ الصاغة لمولانا بمناسبة توليه الولاية. يمنح شيخ الصاغة أرضا يختارها هو ليقيم عليها سوقا جديدة للصياغ تعود على البلد بتجارة رابحة. هذا صك بمنحة مولانا الوالي. الشكر لك يا مولاي. أنا سلحدار الولاية وصاحب أكبر مصنع للسلاح، أقدم هذا السيف النادر لمولانا والي الولاية الجديد رمزا لحمايته لنا. هذه الرسالة بخط يدي لأهديها لأجمل هدية تقدم إلي، وها هو السيف أجملها. إليك هذه الرسالة عربونا لمحبتي وتقديري. شكرا لك يا مولاي.